مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم. حراك كبير عاشته الجزائر دوبوي 22 فيفري ومازال متواصل. حراك خينا نقولوا بداوه لي جان ومشاو فيه لي جان وحافظوا على السلميه تاعو لي جان وكل الحقوق اللي تم تحقيقها والوصول لها فضل هاد لي جان. وبما انه قناتنا اسمها الشروق بليس وسلوغان تاعها ديما جان، لازم احنا وفكرنا انه نديروا برنامج ينقل واقع هذا الحراك، ينقل كامل واش راه يصير هذا الحراك ويعطي الميكروفون لهاد لي جان ولهاد الناس اللي راهم يقوموا بهذا الحراك الكبير، بهاد الناس اللي راهم يصنعوا تاريخ كبير ولا لحظه تاريخيه كبيره في تاريخ الجزائر. اشياء كبيره تحققت في الاسابيع اللي فاتت، بصح ما نكذبوش على روحنا، الشيء الاكبر اللي رانا حابين نوصلوا له مازال، وباش يتحقق هذا الشيء الاكبر في بلد عاش سنوات طويله من الفساد، في بلد الفساد مستشري في كل القطاعات، نعتقد انه لازم نقاش كبير، لازم نعطيو الميكروفون ونفتحوا المجال ونفتحوا شاشاتنا للشباب واللي جان تاوعنا باش يقدروا يحكيوا على رايهم، باش يقدروا يعبروا على الشيء اللي راهم حابينه، وباش نقدروا نعالجوا المشاكل اللي راه يعاني منها كل قطاع. وعلى هذه اللي برنامجنا في كل مره راح نتناولوا قطاع من القطاعات بحضور الضيوف اللي يكونوا عندهم علاقه بهذا القطاع، ونحاولوا نفصلوا باش نعرفوا وين راهم الحلول وكيفاش نقدروا نلقاو بهذاك القطاع من مرحله ماضيه كانت مليئه بالفساد الى مرحله جديده، ونقدروا نمشيو بتزاير من تزاير القديمه لتزاير جديده. تزاير جديده هو عنوان برنامجنا اللي راح تتابعوه تقريبا كل يوم عبر شاشه الشروق البلس. وفي برنامج اسمه تزاير جديده، اعتقد باللي ماش نقدر نحكي على تزاير جديده وحدي، وعلى هذه اللي راح يكونوا معايا دي كرونيكر. الكرونيكر الاول اللي راح يرافقني طيله البرنامج هو زكي علال. زكي علال دكتور فنان وباحث في العلاقات الدوليه. شكرا. يعني راك تجمع بين ثلاث مهن نبيله ومهمه. مرحبا بك. شكرا. زكي علال. ومعنا ايضا ليلى بالقاسم صحفيه بالقناه الاذاعيه الثالثه. مرحبا. مرحبا بك. اعتقد انه من فوائد الحراك انه ولينا نشوفوا الصحفيين تاع الاذاعه يقدروا يجوا يشاركوا في بلاطوات بلا حتى واحد ما يقول لهم لا، ويقدروا يعبروا برايهم بلا ما يخافوا من حتى واحد. من بكري. مرحبا بك ليلى. وكل مره ولا في كل مره راح يكونوا معنا ضيوف. اول ضيف حاضر معنا في عدد اليوم، العدد الاول من تزاير جديده، هو الصحفي محمد سيدمو، صحفي بجريده الخبر. مرحبا بك محمد. اهلا هشام، ومبروك عليكم البرنامج الجديد. ربي يحفظك ومبروك علينا جميعا الحراك. مرحبا بك محمد. ومعنا ايضا السي عاشور الياس، عضو بمجلس الامه عن لارندي ولايه البليده. شكرا على الاستضافه اخويا. ربي يحفظك. مرحبا بك، شرفتنا ونورتنا. ونقول مبروك الحراك. مبروك الحراك باش ربي يحفظك. مرحبا بك. طيب قبل ما نبداو النقاش تاعنا، اعتقد باللي لازم نشوفوا تقرير. هذا التقرير يحكي ولا يلخص الشيء اللي شفناه في الثمان اسابيع الماضيه كامله. نشوفوا هذا التقرير واش فيه ونعاودوا نرجعوا للبلاطو. يلا. اثنين وعشرين فيفري كان تاريخ أول جمعة للحراك الشعبي اللي رفض العهدة الخامسة وكل رومو زبوط في لقاء بعدها. جمعة بعد جمعة وخلال هذه 8 جمعات تغيرت الأحداث. تغيرت الحكومة، استقال الرئيس، طبقت المادة 102 بعد إعلان حالة الشغور، وبعدها بن صالح ولا رئيس. بعد كل هذا الشيء الحراك ما زال متواصل وراه مصر كل الإصرار على تقرير مصيره. ما تغيرت ما تطورت، المطالب هي نفسها، برك ما تحققتش كامل. الرحيل أراه موجه بأصابع الشعب لرموز النظام بما فيها حكومة بدوي والرئيس الجديد. الجمعة الثامنة للحراك كانت تامبو سبيسيال وخدات منحنى جديد في الشارع وحتى على لي غيزو سوسيو. المتظاهرين فشلوا في الحفاظ على سلمية الحراك قدام الاستفزازات الأمنية من جهة وسلوكات المخربين من جهة أخرى. في تطور جديد للأزمة الجزائرية استقال طيب بالعيز من رئاسة المجلس الدستوري، وكانت هذه الاستقالة سقوط أولى الباءات الثلاث اللي طلب الشارع بإقالتهم. كرسي المجلس الدستوري ما قعد فارغ لأنه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري. فنيش كان قاضي ورئيس سابق في غرفة مجلس الدولة، وفي 2018 تعين في الثلث الرئاسي في مكتب المجلس الدستوري عن قائمة مجلس الدولة. بالصح راهم يقولوا بلي هذا تاني مجمعتهم.
دان اوتر كوتي طلب الفريق قايد صالح بحل عاجل للأزمة وهاجم بشكل مباشر القائد السابق للجهاز المخابرات الجنرال توفيق. حرص رئيس الأركان على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحد. في أول يوم بدأت فيه مراجعة قوائم الانتخابات أعلن رؤساء البلديات والقضاة باللي راهم رافضين وما راحش يشاركوا في العملية الانتخابية. ومن جهة المعارضة راهي بلوغراف راهم يقولوا باللي هاد الانتخابات مترافيكية ورايحين يقطعوها. البلديات راهي تلعب دور هام في الإشراف على القوائم الانتخابية والقضاة هما اللي يرأسوا لجان مراقبة الانتخابات. بلا بيهم ما راح يكون حتى حادث لو 4 جويي. زوج دقائق لخصونا الشيء اللي شفناه واللي عشناه على مدار 8 اسابيع. هاد زوج دقائق هادو حكاو الشيء بالك اللي احنا عشناه الدقيقه بساعه. زكي واش تقدر تقول لنا زكي لو كان تحب تلخص لنا الشيء اللي صرا في هاد 8 اسابيع بمنظورك انت كشاب عشت هاد الحراك وشاركت فيه، كيفاش تقدر تلخص لنا في دقيقه؟ زكي في دقيقه راح تكون قصيره جدا، ولكن نظن انه الشيء الاساسي اللي راح نشوفوه هو انه هناك صراع مباشر ما بين ثقافتين. ثقافة جيل اللي أنا نسميه بجيل لا جينيراسيون زد، جينيراسيون فيسبوك اللي عندها قيم أخرى على الأجيال الماضية، وجيل النظام اللي هو جيل اللي متشبع بثقافة اللي أنا نسميها ثقافة الحرب الباردة ولا ثقافة أوروبا الشرقية اللي عندها بعض القيم، قيم بيروقراطية، قيم البطء، التغيير السريع يخيفهم. وأنا نظن هذا هو أنا الوضع تاعي اليوم اللي نشوفه، وأنه فيه مواجهة مباشرة ما بين هاد القيم اليوم اللي نشوفوها بين الحراك والنظام. وكي تشوف كندير تقييم لهاد 8 اسابيع تشوف باللي رانا في لا بون فوا؟ بالطبع نظن رانا باللي رانا في لا بون فوا. نعم ليلى بالقاسم. نعم واش رايك في هاد 8 اسابيع وكيفاش عشتيهم؟ كيفاش عشتهم انا؟ Au fait, je voulais dire que les huit vendredis, surtout le vendredi dernier, n'est-ce pas, ont été les meilleurs moments dans la vie de la population algérienne, du peuple algérien. C'est-à-dire que leurs revendications, ils sont là. Il y a de la détermination. Où je habite en collège, il y a de la détermination. Parce qu'il y a eu sept vendredis où nous avons vu le peuple algérien sortir tous les jours, aussi nombreux. Au début, c'était peut-être un petit peu. Ensuite, il y avait des enfants. Ensuite, il y avait des familles. Ensuite, il y avait des vieilles femmes. Ensuite, il y avait des vieux. Ensuite, il y avait des handicapés. Mais le mouchkil, c'est que le dernier vendredi, quand j'ai entendu le VTR, où on disait que had al-hirak ma al-asaf ma qadarch yestati' an yuhafida ala silmiyatihi. Bil'aks, mchi al-hirak li hafid ala silmiyatihi. Li hafid ala silmiyat al-hirak huwa al-mas'oulin ala la sécurité ta' al-hirak. الحفاظ على السلمية ماشي حنايا نخرجوا كشعب نروحوا نظهروا سلميا، ولا سيكوريتي ال دوا ال اسوري نوتر سيكوريتي، ماشي حنا نزيدوا نحافظوا على السلمية ونزيدوا نديروا العكس. نقدروا نقولوا باللي السلمية الشعب الجزائري حيرت كامل العالم. دونك سي إيا إي ترانسغريسيون سي سارتينمون با لي جون دو حراك. واضح، شكرا. محمد سيدمو كصحفي في جريدة الخبر لقيت روحك من لو 22 فيفري تكتب يوميا اشياء ربما ما توقعتش بالك لو كان نرجعوا لو 20 فيفري تما يعني غير يومين من قبل ما توقعتش باللي من لو 22 فيفري لليوم راح تكتب بهذا الشكل وراح تكتب عناوين كما اللي كنت تكتبها وراح تنقل اخبار كما اللي كنت تنقلها. صحيح هشام، هي ولاده جديده في الجزائر، يعني 18 افريل اليوم لو تاريخ سار في المسار الذي اراده بوتفليقه وجماعته، اليوم كنا في العهده الخامسه وكان أول يوم تاع عهدة خامسة. الشعب الجزائري غير مجرى التاريخ، صنع تاريخه بيده، أعاد لنفسه يعني زمام الأمور، وهو من صنع هذا المسار. يعني من 22 فبراير إلى اليوم، تصور هشام كل هذه الأسابيع أحبطت مشروع العهدة الخامسة، ثم يعني دفعت الرئيس للاستقالة، ثم فكت ارتباط المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة وأصبحت مؤسسة العسكرية يعني منحازة إلى مطالب الشعب. كل هذه الأمور تحققت في ظرف قياسي، لولا هذه التعبئة الكبيرة من الشعب الجزائري، من الشباب، من الشيوخ. أنا ربما أختلف مع زميلي زكي في قضية أنه هذا الحراك
بالعكس يعني ليس فيه تصادم بين أجيال بقدر ما هو حراك صالح بين الأجيال. شفنا الجزائريين في هذا الحراك شباب شيوخ نساء من كل الأعمار من كل الأطياف من كل يعني، وكأنه فكرة الشرعية الثورية أو من كان يحكم باسم الشرعية الثورية، هذه الحفنة القليلة من المسؤولين الذين احتكروا القرار من 62 إلى اليوم، هذو لم يكونوا يعبرون عن جيل الثورة وإنما كانوا يعبرون عن أنفسهم، وجيل الثورة اليوم ينتقم لنفسه ويحرر نفسه وأصبح متصالحا مع جيل الاستقلال، والجميع يعني اليوم ينشد بناء الجزائر الجديدة هذه التي يعيش فيها الجميع على قدم المساواة. واضح محمد. سي عاشور صراحة يعني وصدقا كعضو بمجلس الأمة عن حزب أرندي حزب موالي للسلطة، كيفاش عشتوا هذا الثمن أسابيع من حراك شعب، شعب يقول لا للسلطة، شعب رافض لكل أحزاب موالته حتى معارضة، شعب قارفة من اسم حزب؟ احنا والله العظيم كان أنا أصغر الآن أصغر عضو مجلس الأمة في الجزائر، كانت الاستفاقة هذه تاع احنا تاع الشباب والنخبة اللي حضرت اللي وجدناها في الحراك هذه، كانت كيقولوا احنا لينا حافز. احنا كنا بعض كنا في الانتخابات السابقة كنت عملت أنا تشريعيات ومحليات، كنا نروحوا لبعض الشباب ولا بعض الإطارات وقلت تدخلوا معنا في الحزب ولا في القائمة، كانوا يرفض، كانت مقاطعة شبه كلية للمجال السياسي. كان بعض الشباب احنا كما تكلم الاخ شباب فيسبوك اللي هما نشطاء عندهم امكانيات كبيره كانوا بعد على السياسه. احنا هذا الان الحراك اللي عطى وعي احنا للنخبه الجزائريه اللي عندها برنامج، شفنا احنا كسياسيين خلع على الناس عندها برنامج عندهم افكار مشبعين بحب الوطن. الحمد لله اللي كانوا يقولوا الشباب الجزائري راهو يخمم لا في الحلقه، ولا الشاب الجزائري راهو عايش في احنا خارج مجال التغطيه. طيب سي عاشور اليوم راك تزكي هذا الحراك، الشعب والشباب خرجوا للشارع يقولوا لا لهذا النظام، لا لهذه الوجوه القديمه اللي نعتبروها بائسه وماناش حابين نزيدوا نشوفوها. النظام ولا هذه الوجوه راهي عندها ردود فعل، استقالة رئيس الجمهورية، من بعد تيكموراه استقالة طيب بالعيز، بن صالح مازالوا موجود رغم أن الشعب يقول له روح ما نحتاجوكش. في رأيك كيفاش تقيم ردة الفعل تاع هذا النظام مقارنة بالشيء اللي راهو يطالب فيه الشعب؟ تشوف بلي راهو مواكب، راهو فاهمين واش راهو يدوموندي الشعب، راهم ماشيين في الشيء اللي راهم يطلبوه الشعب، ولا راهم في الشعب راهو في واد والمطالب تاعو في واد والنظام في واد آخر والرد الفعل تاعو في واد اخر؟ بصراحه احنا نشوفوا بلي متطلبات كاين بعض احنا متطلبات تكون فوريه، طلبات كانت فوريه، كاين بعض احنا مطالبات اللي تاخذ الوقت. احنا كنا تكلمنا في الاسبوع الفارط الجانب الدستوري فيما يخص احترام الدستور، الان شفنا الجيش الوطني الشعبي اللي واقف مع الشعب قال يتكلم في نفس الكنف، هو احترام الدستور. في بعض احنا نقول بعض منح تشكيلات وجوه وطنيه بارزه اللي تكون عندها اجماع فيما يخص المشهد السياسي، كانوا يتكلموا في الاسابيع الفارطه قبل ما يكون رئيس مجلس الدوله اللي تكون بعض الشخصيات اللي حيتغير رئيس مجلس الامه قبل الانتخاب. شوف الوثيره راهي ماشيه مع وتيره الحراك. لا راهي ثقيله شويه. طيب ثقيله شويه وعلى هذه اللي اليوم حابين نحكيو، رانا نقولوا انه الشعب طلباته واضحه ولكن النظام والاشخاص اليوم راهم في السلطه ايضا عندهم اجنده وعلى ما يبدو متمسكين بها. اليوم النظام راه يقول لك ورئيس الدوله راه يقول لك انه كاين انتخابات راح تكون لو 4 جوي، والشعب رافض لكل هذه الوجوه اللي راح خلينا نقولوا اللي راح تسير هذه المرحله الجايه واللي راح تشرف على تنظيم هذه الانتخابات. وعلى هذيك اللي احنا اليوم راح نتسائلوا هذا هو لو تام دو جور تاعنا، حابين نقولوا المرحله الانتقاليه انتخابات جويليا الى اين؟ طيب المرحله الانتقاليه وانتخابات جويليا الى اين راح نحكيوا عليها لكن بعد هذا الفاصل الصغير. لقوا اخبار وين دوروا يحكوا على وصار راهي جاتكم الشان تاع لي جون فيها فن موسيقى وبرامج بزاف كبار، اول قناه من هذا النوع في الجزائر الشروق بلوس تاع لي جون، غير القصره والضحك زيد السوسبانس اللي يشد النفاس
فيها حكاية مجتمع وتجارب اللي تجمع، تجيب لك الفرجة والبهجة بس تتمتع وتستمتع. حصص موسيقية وغنائية يومية وأسبوعية. أول قناة شبابية، برامج ترفيهية خفيفة وظريفة باش تجوزوا سهراتكم. مرحبا بكم شيخ. بنتك 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 شوف كيف مغاس، هذه هي حاجة اللي بغات. حكايات اجتماعية تعيشكم واقعكم وتحسسكم في مجتمعكم. كيفاش ما تحبوش نولي لهذا النوع وهذه النوعيه تاع الحصص؟ افلام جزائريه وعالميه لتشدكم وتلمكم. موسيقى وغناء تعليق وتعانى، برامج للدراري صغار وانتوما الكبار، بوغ لي جون اي لي مون جون. بلوس راهي جايتكم باش تفاجيكم. الشروق بلوس ديما جون. مرحبا بكم مشاهدينا، عاودنا رجعنا لكم. نفكركم راكم تشوفوا في الجزائر الجديدة هذا البرنامج الجديد اللي راح يطلع لكم 4 مرات في الأسبوع على المباشر على الساعة 10 تاع الليل باش نحكيو على الجزائر الجديدة كيفاش رانا حابينها تكون. طيب، الشعب اليوم متمسك بالمطالب تاعو برحيل الباءات الأربعة، السلطة وعلى رأسها بن صالح متمسكين بتنظيم انتخابات جويلية، ومع ذلك نشوفوا انه رحيل زوج من الباءات، رحيل طيب بالعيز ورحيل بوشارب. زكي لو كان نشوف. نعم، مازال ما تاكدتش الاستقاله تاعو. هو يعني صدر بيان انه لا يزال هو المنسق تاع الهيئه المسيره للحزب. طيب، وبالتالي مازال يعني رانا متاكدين من سقوط باء واحد اكيد بالعيز ومازالوا ثلاثه. طيب زكي، كيفاش نشوفوا طيب بالعيد بالعيز بالعكس يعني من الاشخاص اللي ما كناش نتوقعوا انسحابهم ولا استسلامهم ولا استقالتهم ولا اقالتهم، ما على بالناش لانه يقول انهم الشخصيات اللي عندهم شخصيه قويه وكاريزما، بالعكس في الوقت اللي كان الشارع يتوقع استقاله بن صالح وبقى طيب بالعيز حدث العكس. تقييمك للوضع الراهن كيفاش تشوفوا انطلاقا من الباءات الاربعه هذو وانطلاقا من انتخابات 4 جويلية؟ انتخابات 4 جويلية نظن انه مازال سي انكور اون جو، يقدروا البوف افوار ليو، تو ديبون كيفاش لا سين بوليتيك راح تيفولوي. انا نظن انه المرحله هذه الانتقاليه الاستثنائيه اللي رانا فيها، الشعب راه يرفض كل ممثل راهو يجي لانه ما راهوش ممثل ليجيتيم، ما راهوش يشوفوا كممثل ليجيتيم. نعاود نرجع واش قلت من قبل ونخالف زميلي سيد سيدومو، انه هو صراع اجيال ولكن صراع اجيال سياسيه، لانه اليوم هذا الحراك لو كان نشوفوا الاغلبيه تاع الناس راهم فيه راهم شبان. وانا كاين شفت واحد الرقم اللي اثر عليا كثير، هو اللي يقول واحد الرقم يقول انه 75% من النسمه في الجزائر عندهم اقل من 35 سنه، ولو كان نشوفوا لا موين داج تاع ال 20 سنه الماضيه الناس كانوا في الحكومه نلقاوها 55 سنه 60 سنه 65 سنه. هذا ماذا يعني؟ يعني انه كان فيه اقليه كانت تحكم على اغلبيه شبان، وكانت نوصل ما كانت تحكم فيها ولكن كانت تحكم فيها بثقافتها بطريقتها وبلا فيزيون تاعها. واليوم الحراك هذا اللي عنده ا ماجوريتي شباب راهو حاب لا لوا تاعو، راهو حاب لا فيزيون تاعو. وانا جو بونس كو يا ان ديكالاج بين هاد لي دو فيزيون. واليوم اي شخص اللي راح يجي اللي راح يوفروا النظام ما عندوش انت 30 و 40 ans
ما يكونش نازيه، ما يكونش يحب الديمقراطية، ما يكونش متفتح للعالم، ما يكونش يحب الرأسمالية، ما يكونش يعني متمسك يخاف من التغيير، أنا نظن أنه الشعب والحراك راح يرفضوا. فهذه هي المسألة الأساسية. وجود انتخابات مربوط بالباءات الثلاث؟ مربوط بالباءات الثلاث ومربوط بالأشخاص اللي راح يكونوا يقيدوا المرحلة الانتقالية. لو كان يكونوا أشخاص اللي يقيدوا مرحلة انتقالية نزهاء ومتقبلين من طرف الحراك، نظن أنه يكون فيه انتخابات. واضح. ليلى، رسالة القايد صالح، كيفاش القراءة تاعك ليها؟ Avant de passer à la lettre de Gaïd Salah, au discours de Gaïd Salah, qui est le deuxième et qui a fait référence à peu près, je dis à peu près, au même thème auquel il a fait référence dans son premier discours. C'est-à-dire le premier discours, il a parlé également de Jama'at Tawata ou Tajtami'u ou Ba'da Dalik Ya'tani Al-Asami. Le premier aussi, il a dit le Jaysh Yusani de Sha'ab ou Yemchi Ma'a Matalib Sha'ab, lakin kain fi tahdirat. Le deuxième discours est un discours qui est à peu près semblable, je dis à peu près semblable, sauf qu'il a un petit peu monté le temps. Il a monté le temps dans quel sens? Il a monté le temps, yani, oui, Nadouka, Kane, Shoul, Nawamin, des mises en garde vis-à-vis de cette population. Il est en train de lui dire, faites gaffe, l'Algérie est entourée de pièges, si vous voulez, de mines antipersonnelles, donc faites gaffe, il ne faut pas monter vos revendications, le plafond de les revendications. Kallek, Tadjizia, Anamachifta, Tadjizia, yani, Hakikaten, ce sont des revendications très normales et très accessibles, je dis bien accessibles et faisables. Maintenant, est-ce que le pouvoir ou le système en place a cette capacité de répondre à cette population qui est sortie? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le matalib, mais je t'adjizia. Tenien, il te kelim à la jama'a tatawata. Je trouve que c'était un peu énorme. خاطرش كي يقول قائد الاركان يقول لك جماعه تتواطا وعندنا دي بروف وراهم مجتمعين في الاول مره، قلنا باللي يا سيدي عندك جماعه تتواطا وراك عارف اننا مجتمعين ونا يتعشاو ونا ياكلوا ونا قاعدين مجتمعين، ترفدهم تديهم للحبس. انا هذه هي، هذا ماكش تقول لهم هذوما سرقوا بطاطا ولا راحوا شراو عند ان كوميرسون دو ليغوم. سو سون دي جون كي كومبلوت، سي دو كومبلوتيزم كونتر ليتا. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est une conspiration. Ou a dit Yanni Jaza Haraouirouh Kbir. La même menace ou la même, je veux dire, le même constat a été fait dans le deuxième discours. Moi je dirais tout simplement le cas de la Larkane où chaque tsnab c'est prendre les ijra'at. Badal an nakhod les ijra'at dd da chab li kharj bach yqoul salmiya salmiya. Ou kayn abad rahi tkomploté, et ben il faut prendre toutes toutes les mesures qu'il faut. طيب واضح. محمد، اليوم الشعب راهو يطالب بمغادرة بن صالح وبوشارب وبدوي. خلينا نحكيو، اعتقد انا في اعتقادي انه بوشارب قضية ثانوية، اعتقد ان المشكل في بن صالح وفي بدوي. هل اليوم تشوف باللي كاين آلية باش يقدروا هذه الباءات يغادروا؟ وكيفاش تشوف الآلية المناسبة لمغادرة هذه الأشخاص في إطار انه يغادروا لكن يكون عندنا حل بديل؟ هو الإشكال هشام أنه بوتفليقة استقال وترك ألغام، زرع ألغام في الحقل الجزائري بعد استقالته. يعني الرئيس بوتفليقة لم يرتب استقالته بالشكل الذي يضمن مرحلة انتقالية تكون في مستوى ما يريده الحراك الشعبي. وأيضا المؤسسة العسكرية في اعتقادي والفريق قايد صالح يعني خطاب متناقض، هو من جهة يقول أنه سيدعم مطالب الحراك وسيذهب إلى تلبية هذه المطالب إلى آخرها، ولكن في المقابل تسير الأمور عكس تماماً ما يريده الحراك. أنا لا أتصور لحظة واحدة هشام أنه بن صالح تم تعيينه رئيساً للدولة دون مباركة من قيادة الأركان. لا أتصور للحظة واحدة أنه بالعيز رحل وعوض بهذا السيد كمال فنيش دون مباركة من قيادة الأركان، لأنها هي الحاكم الفعلي للبلاد اليوم. بن صالح لا يساوي شيئا بالمعيار وبالثقة السياسي. لذلك أعتقد هشام أن الحل اليوم موجود في يد رئاسة الأركان. بن صالح، لو القايد صالح يريد بن صالح أن يذهب، بن صالح ليس بالشخصية القوية التي تواجه قيادة الأركان، هو إنسان طيع، إنسان
يقبل كل المناصب التي تعطى له، وأنا أعتقد جازما أنه هذا المنصب تاع رئيس دولة ما كانش حابه، لأنه رجل مريض ورجل الأخبار كانت تسير يعني أنه رجل مريض وأنه يعني ماهوش علاش ماهوش في رأيك في محمد علاش علاش اليوم المؤسسة العسكرية تصر على وجود بن صالح في هذا المنصب؟ هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، يعني هذا الشيء اللي ماهوش فهمه الجزائريين. ماذا تريد المؤسسة العسكرية بالضبط؟ هل تريد ترتيب حل يلبي مطالب الحراك ويخرج بينا يعني بنجات من هذه المرحلة الانتقالية، أم أنه تريد اللعب على الحبلين وعلى الوترين؟ من جهة تدفع نحو حل سياسي يرفضه الشعب بوجوه يرفضها الشعب، وتبقى هي في الستار إلى غاية ربما انفجار الوضع وأنه تمسك هي بالقرار النهائي في البلاد. فأنا أعتقد أنه اليوم أصبحنا في مفترق الطرق، أصبحنا في مرحلة ينبغي فيها توضيح الأمور توضيحا بينا وشديدا. يعني بن صالح لما يدعو بعد يوم الاثنين إلى اجتماع أحزاب سياسية ويستقبل اليوم شخصيات سياسية، هذا يعني أنه ماضي في الخريطة وفي الأجندة تاع المادة 102 انتخابات بعد 3 أشهر، وهذه الانتخابات ستكون بنفس آليات السلطة السابقة، بنفس الهيئة الناخبة تاع السلطة السابقة، بحكومة بدوي التي زورت الانتخابات في 2017، وبالتالي سنعود إلى نقطة الصفر. طيب واضح. سي عاشور الياس، محمد يقول أنه لولا مباركة المؤسسة العسكرية لما كان بن صالح ولا كان بدوي، والتخلص من هؤلاء الأشخاص باش يرضى الشارع بيد القايد صالح. تو وش رأيك في هذا الشيء؟ انا نشوف بلي قياده مقول الجيش كجيش وطني شعبي ما حبش يخرج من متاهات الدستور، حب يقعد في ترتيب الماده 102 والقوانين الجمهوريه. بصح ما تنساش بلي في الجيش الوطني الشعبي كنتكلم بلي حيشرف يكون سند للشعب. احنا سند الشعب، الاخ تكلم على ميكانيزمات الانتخابات، احنا كنا كاحزاب موالات وكنا تعرضنا في عملية الانتخابات، عملنا طعون في الشرعيات وفي المحليات، كانت كاين الميكانيزمات القديمة لا يمكن حتستمر. احنا كنا طرحنا في برامج أخرى بلي تكون هيئة مراقبة الانتخابات مستقلة، ليس في مراقبة، في التسيير، مراقبة وتسيير بمساندة الجيش الوطني الشعبي، هو اللي عنده اللوجيستيك والإدارة، باسكو الإدارة القديمة اللي تمشي بالتعليمة هذه ما تعطيش احنا كسياسيين ولا الناس اللي آخر محليات اللي كانت تميعت هذه الكلمة اللي يقول لك التعليمة التعليمة التعليمة، شكون يمد التعليمة هذا؟ ونصيبوا الموظف البسيط في الولاية ولا في البلدية اللي طبق التعليمة في إحراج مع المواطنين تاعو في نفس الوقت. علاه بن صالح ينتظر تعليمة؟ بدوي ينتظر تعليمه باش يستقيل؟ نظن ينتظروا احنا اجماع ولا اجتماع احزاب سياسيه، يمكن احنا نشوفوا فيها بالك رايحه التشكيل تكون مرحله انتقاليه بطريقه اخرى. طيب. الان حبسوا اجتماعات. طيب. احنا كنا شفنا باللي احنا الحيره كانت كاينه نخبه، بصح من بعد شفنا بعض الحالات ولا هذا النخبه هذا يتكلم في الاخر، ما صراش اجماع. يمكن المرحلة هذه تاع الحراك اللي ما قدرش يخرج ممثلين واضحين، لجأة باسكو لازم لغة الحوار لازم تكون طيب بأقرب لغة الحوار. لكن سي عاشور ما نكذبوش على روحنا، الشعب يقول لك احنا ما راناش حابين هاد الناس، ما تقدرش انت يا طالب ندير حوار مع اشخاص اللي الشعب رافضهم اصلا. الشعب لا يطلب حوار مع هاد الاشخاص سي عاشور، الشعب يطلب من هاد الاشخاص طلب بسيط، راه يقول لهم روحوا انا مانيش حاب نتحاور معاك، انا ما نسحقكش اصلا. قلت لك حوار مع شخصيات وطنية أخرى. معليش بس شكون يقود هذا الحوار؟ يعني من غير الطبيعي أنه الشخصيات اللي الشعب اليوم راه يقول أنا رافضها، هذه الشخصيات هي اللي تقود حوار، أصلا أنت ما راكش في 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 موقع قوة باش أنك تقود حوار. هو نقولوا هذه الأحزاب أنا نسميها الأحزاب ما نسميهاش المعارضة، ما نسميهاش أحزاب معارضة، لأن أنا من وجهة نظري أنا في الجزائر ما كاش أحزاب معارضة إلى حد الآن، إلى يومنا هذا ما كاش أحزاب معارضة، كاين سواء أحزاب موالاة كم لو آر إن دي واحزاب تكوخ. بالعكس نقدر نقولوا لي لا سمحي لي على الكلمه، بلك نقدر نقولوا بلي جزء كبير من الازمه اللي رانا عايشينها اليوم، اذا توافقوني راي، هي سببها هذه الاحزاب اللي تدعي المعارضه،
qui ont joué le jeu, ils ont joué le jeu du pouvoir et du système. À chaque élection, ils ont répondu présent. Donc, راح يجي نهار ونحكيوا على الاحزاب واش وجهه نظري فما بقاش كيما ليلى سؤالي ليك في هذا المحور في هذا المحور المعارضه اللي اجتمعت اذا ولا تسميها معارضه اللي اجتمعت راهي تقول ما نقبلوش بهذا الحاله نتاع لي زيليكسيون دو 4 جويي نو ن فولون با دو بن صلاح نو ن فولون با دو بدوي او فات لا كيستيون لي تري سامبل بوركوا سي جون لا نو سو ريتير با بور لا بي سوسيال وهذا سؤالي ليك في هذا المحور ليلى كيفاش نقدروا نتخلصوا من هذه البائات اذا راكم متفقين باللي هذا الشخصيات ما راحش تروح الا بتعليم ولا الا بقرار وما هما ما راحش يستقيلوا والشعب رافضهم والمؤسسه العسكريه بالعيز اللي بارتي كومون دو سون بروبرو غري Vous allez me faire croire que Belaïs, qui n'est pas parti lorsque le président était malade parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Talima. وعلاش تعليم ما قالت بالعز روح والبن صالح اقعد واش العباره واش الفكره تصعيد واش راح يقول ونطنط تصعيد واش يعني قصدك انه ضغط الشارع هو اللي قرر il est mis devant il est mis devant le fait accompli بن صالح ني با كلكان كي ا بريي بار سي بوزيسيون ديزون نتاع ارفض ولا اقبل لا يساعد بن صالح سي كلكان كي اوبي كي اوبي ا كوا او زوردر بيان انتوندو دو كي اون فيرا بار علاش معليش انا باش نعاود نولي برك لي بارتي فقط لي بارتي ايزون دي كو ايز ايتي كونتر ايل فول اون فيريتابل بيريود دو ترانزيسيون Ils ne veulent pas aller vers des élections le 4 juillet. Vous savez ce que ça veut dire aller vers des élections le 4 juillet ? Ça veut dire tout simplement نبداو من النهايه. Commencer par la fin. طيب معليش خويا ليلى كي راكي تقول بلي لازم يروح يعني لهذه الفتره الانتقاليه ولا لازم تكون بدون هذه الباءات. وهذه الباءات باش تروح راكم متفقين بلي لازم تكون تعليم ولازم يكون قرار من المؤسسه العسكريه. زكي هذا الشيء ما يحطناش في موقف صعب ربما محمد قال لك لازم المؤسسه العسكريه تدخل. هنا ما نحطوش روحنا في ربما موقف صعب من جهه طالبوا بعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وإلا يعتبر انقلاب بشكل أو بآخر وفي نفس الوقت نطالبوا المؤسسة العسكرية باش تضغط لي ولا باش تصدر قرارات ولا تعليمات ولا أوامر لرحيل هذه الشخصيات هنا ما راناش ندخلوا في تناقض مع نفسنا بين انه حابين المؤسسه العسكريه ما تدخلش وفي نفس الوقت ندعيوها باش تدخل رانا في اون سيتوياسيون كي كومبلكس كي كونتراديكتوار اون ميم طون لو كان نشوفوا كما كان يقول زميل سيدو مو من قبل الدستور لو بياج دو لا كونستيتيوسيون احنا في فخ الدستور هو انه النظام حب لا سوليسيون تاع الدستور والشعب كان يطلب لا سوليسيون الحل السياسي من بعد من شفنا لو ديسكور تاع قائد الاركان صافي البارح ولا البارح كي تكلم قال بلي توت لي زوبسيون سون بوسيبل يعني انا بوغ موا هذه القراءه تاعي هو انه يا اون سورت دو ريكول بور ريكونسيديري ايفونتوالمون وسط ما بين الحل الدستوري والحل السياسي ولكن انا عندما ناخذ ان با اون اغيغ باش نشوف الصوره الكبيره وين راهم ممثلين الحراك هذا هو انا السؤال اللي راني نطرحه لماذا ننتظر المؤسسه العسكريه تجيب لنا ممثلين سواء يكونوا نزهاء هومان ولا هومان يجيبوا لنا ممثلين علاش الحراك ما ياخذش لي ديسبوزيسيون تاعو ويجيب الممثلين تاعو كاين ناس كيفاش نقدروا نخرجوا حراك اليوم الشعب خرج بدون قياده من احد بدون تعليمه من احد الشعب كره اسمح لي زكي نكمل لك الفكره الشعب كره وخرج اليوم هاد الناس اللي راهم برا واللي راهم رافضين الاحزاب راهم رافضين الشخصيات حتى الوطنيه رافضين اي واحد لابس كوستيوم وكرافات ما نكذبوش على روحنا هذا واقع كيفاش اليوم هاد الشعب كره هاد الناس وهاد الشخصيات وهاد الاحزاب سمحي لي ليلى من التجربه تاعو لانه شاف بلي 20 سنه والاحزاب تكذب عليه 20 سنه والمسؤولين ياكلوا له في حقه كره اليوم ما عندوش ثقه في هاد الناس ما عندوش ثقه في هاد الاحزاب ما عندوش ثقه في هاد الشخصيات كيفاش اليوم هاد الناس نخلوهم ينظموا روحهم ويخرجوا ممثلين عن الحراك ممثلين حقيقيين للحراك كيفاش الناس خرجوا في 22 فيفري واحد هل واحد من الناس كان يقدر يعتقد في نوفمبر ديسمبر ولا جانفي انه كان راح الناس يخرجوا ولا يخرجوا وكانوا يخرجوا ويقول انت كنت تظن كما انا نظن ما الذي مكن هما ادوات التواصل الاجتماعي الرقميه التكنولوجيا ادوات الرقميه واليوم لهذا كنت نقول من قبل انه هذا صراع ثقافات لانه كاين ادوات اللي تسمح باش الحراك يقدر يكون عنده ممثلين راني شفت ان بورتاي واسمو ديمقراطي وين الناس يقدروا يصوتوا على الممثلين تاعهم تاع الحراك انا نظن انه لا ليجيتيميتي تاع هاد الممثلين عبر هاد الادوات هي اللي راح تسمح يكون فيه ناس اللي يقدروا يقابلوا النظام هاد الاليات هذا الشيء ما تخافش انه ربما راح يسرق الحراك لانه يقول البعض انه النظام
ما قدرش يجهض الحراك لانه ما لقاش ناس وما لقاش شخصيات يشريهم. ما تقدرش ما تخافش انه لو كان اليوم نديروا ممثلين، هاد الممثلين يتم ربما شرائهم بمناصب باموال وربما يبيعوا الحراك. الخطر هو انه الاسبوع القادم راح تكون فيه اون سورت دو كونفيرونس اللي وين رئيس الجمهوريه انتريمير راح يستقبل هاد الشخصيات كانهم هما لي ريبريزونطون ليجيتيم. سي با دي ريبريزونطون ليجيتيم. وانا نظن لو كان هاد الشخصيات يتقبلوا ويبداو يلوكم دي بورت بارول تاع الحراك، نظن انه سا بو ديفيزي الحراك، تقدر تقسم الحراك. وإلا وصلنا نقسموا الحراك سي اون ريفولوسيون. شوف زكي باش نبسطوها، شوف اعتقد انا اعتقادي الشخصي انه الشيء اللي تقول عليه صعيب بزاف خاصه في الفتره راهنا، بصح انا نتفقوا على حاجه، راهم جايين الاعداد القادمه نديروا عدد على الادوات الرقميه خاص عن الادوات الرقميه وكيفاش نقدروا نخرجوا ممثلين الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي فعلا منها كانت شارات انطلاق والشعب كامل نظم نفسه انطلاقا من هذه المنصات. طيب باش نحكيوا على المحور الثالث اللي هو ما هو مصير انتخابات بن صالح محمد في ظل الاعلانات المقاطعه المتتاليه. نشوفوا عده مجالس بلديه، القضاة، يعني حتى اليوم سمعت صباح انه مجالس بلديه هنا في العاصمه اعتقد وين؟ تيبازا وهنا في العاصمه في تيزي وزو عده بلديات اعلنت بلي راح تقاطع هذه الانتخابات والقضاة، يعني اعتقد انه هنا الضربه القاضيه. في رايك محمد وين هو مصير انتخابات جويليا في ظل هذه المعطيات؟ انا اعتقد انه انتخابات جويليا هذه انتخابات ساقطه، يعني انتخابات اكيد ماهيش موجوده اصلا، لانه أي عندك هيئه ناخبه تخرج كل جمعه تقول لك لا للانتخابات هذه، يعني نرفض انتخابات يشرف عليها بن صالح ويشرف عليها بدوي، وبالتالي هذه الانتخابات اعتقد انه ما عندها حتى معنى، حتى لم يترشح لها احد، يعني واصبح رؤساء البلديات يقاطعون مراجعه القوائم الانتخابيه. يعني انا ما نتصورش الان بعد هذه الثوره اللي قلنا عليها ثوره سلميه ابهرت العالم انه نقع في فخ الثوره المضاده، يعني انه نذهب الى انتخابات بنفس اليات النظام القديم. يعني عندنا القائمه الانتخابيه وحدها باش نطهروها لازم لها ثلاثة اشهر ولا ربع اشهر، يعني مضخمه بشكل رهيب. يعني عندنا حكومه تشرف على هذه الانتخابات، هذه الحكومه ما يعني مستحيل تكون فيها موجوده فيها الثقه للاشراف على انتخابات من هذا النوع. عندنا رئيس جمهوري رئيس دوله عفوا محدود الصلاحيات لا يستطيع أصل الثقة أصلا ما فيش، وحتى ولو كان فيه الثقة محدود الصلاحيات ما يقدرش يبادر بتعديل دستور من أجل استحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. أول خطاب داره سي بن صالح كان خرقا للدستور، لأنه ما هيش من صلاحياته ومع الدستور الحالي ما يخولوش صلاحية استحداث هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. الحاجة الوحيدة اللي يقدر يعملها أنه ينصب شخص آخر ما كان دربال هذا الذي ذهب يعني بذهاب بوتفليقة، وتعيين يعني أعضاء للهيئة هذه تاع مراقبة الانتخابات. يعني إذن إحنا هشام رانا في وضع انسداد كلي، وضع انسداد كلي. يعني المخرج اليوم ينبغي أن يأتي، كما قلت لك أنا مش نطالب بتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، أصلا أنا ضد هذه الفكرة، ويعني مع فكرة الفصل بين العسكري والسياسي يعني. ولكن أنا أمام وضع أنه المؤسسة العسكرية هي المتحكم في البلاد اليوم، ما نقدروش نغفلوا هذا الشيء. بيان المؤسسة العسكرية جاءت مباشرة بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، هي التي تتحكم وهي التي تسير الأحداث. بيانات رئيس أركان الجيش وهي التي تصنع الحدث السياسي في الجزائر، هذا واقع ما نهربوش منه. إذا من فضلك فقط المخرج وراه هشام، المخرج أنه ينبغي أن يعني نبدأ مباشرة بحوار، حوار تطلقه المؤسسة العسكرية أو تطلقه يعني من يعني المؤسسة العسكرية تعهد لشخصية معينة. واضح بإجراء حوار مع مكونات الحراك مع المعارضة مع كل شيء، وتبقى هي كمرافق فقط لهذا الحل ولا تتدخل في الحل السياسي. واضح محمد. سيدي ياس، اليوم نشوفوا سلطة مصرة على تنظيم انتخابات في جويليا، لكن القضاة يقول لك احنا ما راناش فيها، رؤساء البلدية تقول لك احنا ما راناش فيها، الشعب يقول لك احنا رانا قاعدين في الشارع. هل اليوم تشوف اللي كاين جدوى ولا عندها معنى الإبقاء على هذا التاريخ؟ أصلا اليوم الشعب كامل أعتقد في الانتخابات الجاية كامل حابين يروحوا يفوتوا، بصح اليوم واحد ما راهو رايح يعاود يدير اسمه في القوائم الانتخابية حتى يتأكد من أنه الانتخابات الجاية كيما راهو حابها، وانتخابات جاية راح فعلا تعبر على جزائر جديدة.
هذا شيء واضح. دوك حنا كمنتخبين ولا كي اي منتخب اللي راهو الان راهو جاي من الشعب، راهو عايش مع الشعب، كان سير في المجال السياسي مع حزب ما، بصح هو الوعاء الانتخابي تاعو راهو جاي من الشعب. ما يقدرش يكون ضد الحراك، ما يقدرش يكون ضد الشعب اللي عايش فيه، والاسره الصغيره اللي عايش فيها في المنزل الواحد. احنا دوك احنا نتكلموا بصفه احنا نقولوا حزب موالات، ولا انتخبنا بطرق كيف نقولوا احنا درنا حراك قبل الحراك باش نحقنا المناصب اللي فيها. انا عارفين واش كاين دوك الثقه، هذيك الثقه العمياء اللي راهي الثقه راحت كيف نقولوا احنا. الثقه ما كاش ثقه متبادله في مجال الانتخابات. المده الزمنيه تاع 4 جويلية تبان اسمها باش يتهيك الاحزاب ولا يتهيك بعض ممثلي الحراك. على وقت نتكلم كما تكلم الاخ محمد، لازم الحوار لازم، باسكو دوك الان اللي يقولوا هذا ممثل الحراك يطيحوا عليه في الفيسبوك. كاين بعض نعرفوا باللي كاين بعض لي باج ماجوره اللي راهي باش توسخ الناس ولا تطيح على هذا. احنا ما ندخلوش في اشكال، احنا الجزائريين رانا بهرنا العالم في السلميه تاعنا. ثقافه الوعي هذا لازم احنا تكون ثقافه تقبل الراي الاخر، تقبل النقد، ونمشوا في حوار يقلع ب 80 شخص بالك يخلص مع التريم يكون يعني عنده 20. يعني مازال الحال على الحديث عن انتخابات رئاسيه الان. لك شوف امام الناس الان كيف قال لك ماهيش كاينه الحال لازمه باش الناس ترشح. كاين اللي يقول لك ترشح في جو معكر، في جو ماهوش واضح، والشعب ما عندوش استعداد باش يروح يفوت. راهو طيب. وقت الشعب واضح. اسكو جو بو راجوتي كلكو شوز؟ الوغ بارابور هاد لي زيليكسيون تاع لو 4 جويي او فات ينوز اون مي دوفون لو فات اكومبلي اون بونسون كو نو زاليون حنايا يعني نرتخو للامر الواقع والشعب راح يروح في الانتخابات. انا جو بونس كو سي ان ريسك كو بن صالح ابخي هاد ليستوار تاع الانتخابات، باسكو ديجا ابار لو جو كوا كو لو مير دو تيزي وزو كي لا دوني دونك بطريقه يعني علنا. كاين اوسي سلوي دو رويبا، il y a 43 maires sur 52 في تيبازا في شرشل كي اون ريفوزي دو ريفيزي لي ليست الكتورال. سا فو tout dire. Moi, je pense que quand on a un peu de dignité, un peu de respect vis-à-vis du peuple, eh ben, on arrête le processus. Parce que le processus électoral, présidentiel surtout, c'est la fin du chemin. C'est-à-dire, où je avec خاطش تاع الحراك راح يروح للتمثيليه نتاعو، راح يخير ناسو، راح يخير الناس اللي حتهضر باسمه، راح يخير الناس اللي حتهضر بلي ريفونديكاسيون نتاعو. ما يقعدش بن صالح هو يجيب اناس ويهضر معاهم ويستقبلهم وكأن شيئا لم يكن، وكأن ما كانش حراك في الشارع، وكأن ما كانش جموعات راهي تخرج، وكأن ما كانش مسيرة. كأنه رئيس دولة. يعني دونك هاد لو بويكوت سي لوي جو بونس ا مون افي كي فون بريسيبيتي بوتيتر لو ديبار دو بن صالح. زكي هاد لي زيليكسيون تاع 4 جويي سو ني كو لا كونتينيتي تاع قرار تاع الحل الدستوري. اي دونك سي هاد الجمعات القادمه غدا والاسابيع القادمه في بالمقاطعه اللي فريمون سافا بوسي نظام باش يغير ويبالك يانولي هاد. ما تخافش انه هذا التاجيل يتسبب ربما في تمييع الحراك، ولا انه ندفعوا بالحراك ربما باش يبعد على السلميه تاعو؟ ما تخافش بلي الاسابيع قد ما طول الاسابيع ربما الحراك يتاثر بشكل سلبي؟ ما نظنش، لان الحراك حتى اليوم رانا داخلين في الجمعه التاسعه، وحد الان كانت جمعه سلميه، حراك سلمي. ونظن ايضا انه كاين مؤسسه عسكريه على راسها قائد الاركان اللي قال لهم رانا هنا باش نديروا هذا الحراك في اطار سلمي. طيب زكي، ليلى، محمد، سي عاشور، كامل قالوا رايهم في الشيء اللي صرا في السمانه اللي فاتت ولا في 8 الاسابيع اللي فاتوا. لكن اعتقد بما انه نحكيو على الجزائر الجديده، الجزائر الجديده اللي حبينا احنا اللي شاركوا فيها كامل الناس، وعلى هذيك اللي الميكروفون تاع البرنامج تاعنا نزل للشارع، وكما احنا قلنا واش حابين نقولوا، حابين حتى الشعبي ثاني عنده واش يقول، وروحوا نسمعوه واش يقول في هذا الميكرو تروتوار. يلا. هنايا رانا ضد الانتخابات، الشعب الجزائري كومبلي راهو ضد الانتخابات، حتى تروح العصابه من رئيس تاع العصابه حتى الاخر فيهم. كي تروح العصابه ونتهناو من الجماعه هذه كومبلي، من بعد سهل الانتخابات يكونوا كما يقولوا نزيهه، ونديروا في الثقه في الشعب، في هاد العباد اللي حيديروا لنا انتخابات لازم تكون الثقه تامه. لازم نستناو شويه، لازم نكونوا صابرين، باسكو مش حيتنحاو كاع دي جوغ او لوندومان. كي يتنحاو كامل نشوفوا اون فا ديزيني لي بيرسون لي نقدروا نفوتيو عليهم باش يديريجيو المرحله الانتقاليه. الفوت هذا اللي اورغانيزاوه سي الدوله اللي اورغانيزاتو، سي لهاد الحكومه تاع دوكا مازال ما تنحاوش كامل، هما اللي اورغانيزاوه، هما اللي حيخيروا العباد اللي محبين. دونك حنا ما تخرجش علينا، دونك اون كوب لو فوت هذا.
وكي يروحوا كامل يتنحوا كاع باذن الله ان شاء الله. حنا نخيروا العباد اللي حابين هما اللي فون غيدي المرحله الانتقاليه ونورغانيزيو الفوط. البلاد درك راهي في مرحله صعيبه، نحتاجوا تغيير، نحتاجوا للعصابه اللي معاهم، نحتاجوهم كامل يتنحوا، نحتاجوا احنا الجزائر تاعنا، احنا نحتاجوا نبنيوها حنايا، احنا اللي نخيروا شكون يبقى وشكون يروح. السما هذو نحتاجوهم يروحوا، ما نحتاجوش فوت نتاعهم باسكو فوت نتاعهم وهما كاينين شغل ما درنا والو. مع الوجوه السياسيه اللي راهي في الحكم نظن يعني الافضل انه الانسان ينسحب احسن، يعني من تكون حاجه نروحوا لحاجات واحده اخرى، نروحوا للعنف ولا امور حتى واحد ما يقبلها. ما شكيش تكون انتخابات باسكو على حسب الحراك اللي راهو صاري ورانا نشوفوا باللي الشعب راهو يقول كاع في كلمه واحده. انتخابات اوفيسيالمون ما يكونوش، باين كما يقولوا الوضع اللي راه حاليا في الجزائر يبين باللي الانتخابات ما لازمش يكونوا كما حددها النظام وجماعه النظام كما يقولوا، لانه مش وقتها ومش كما يقولوا الرجال ما راحينش يترشحوا الرجال صح اللي الشعب باغيهم. ما لازمش يكون لو فوت لو 4 جويي، دونك il faut que le système change complètement باش عادي يكون لو فوت. Je pense que le vote il faut le rapporter au moins une année pour essayer de préparer les élections bien comme il faut. Et en parallèle, il faut que ce vote doit être piloté par des magistrats qui sont honnêtes et qui sont nobles. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Donc, il n'y a pas de place. Et les gens qui travaillent avec lui, il n'y a pas de place. Je vois ça, je vois ça. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. C'est une nouvelle place. هادي هي شغل لازم يتنحاو كاع اختي. نتمناو حنا دوكا استقال طيب بالعيس، نتمناو يستقالوا دو اللي مازالوا، نديروا انتخابات بشفافيه، معليش شغل ديروا التغيير هذا اللي لازم وخلاص، ولازم ثاني التغيير يكون في الشعب. محمد حمد تنحاو كاع وحنا نترباو. لا يمكن بناء سفينه جديده بخشب قديم. محمد واش رايك في الشيء اللي سمعته؟ والله انا خلاص دوكا من اسابيع ما عدناش نتفاجئوا، ولكن الشعب الجزائري يعتقد انه واعي بشكل دقيق جدا بما يجري وبمتطلبات المرحله القادمه. المشكله ماهيش في الشعب، اليوم اكتشفنا انه المشكله ماهيش في الشعب، المشكله راهي في هذه السلطه او في بقايا هذه السلطه اللي عايشه حاله انكار. يعني في علم النفس نسموه انكار انديني انديني، يعني ما همش عارفين انه هذا الشعب راه رافضهم وباللي ما تقدرش انت تحكم ناس رافضينك. هذه يعني ابسط قواعد السياسه، انه اذا كان الشعب السيد صاحب السلطه التاسيسيه يرفض الرئيس او يرفض مسؤوله، هذا المسؤول ينبغي ان يرحل بكل بساطه. واضح محمد. سي عاشور، ربما بالك تقدر تجاوبنا على هذا السؤال لانك ربما الاقرب فينا اللي تقدر تفهم كيفاش يفكروا. اليوم الانسان اللي الشعب يقول له انا ما نحتاجكش، أنا ما نحتاجكش، ما نحتاجش الخدمات تاعك، ما نحتاجش رأيك، ما نحتاجش مساهماتك، ما نحتاج والو منك. كاش وجودك. يجي ليه يقول له لا لا معليش، أوكي لو 4 جويي راح ندير لك انتخابات وننظمها لك أنا وفلان وفلان وفلان. يعني اليوم أنت كيفاش راهم يخموا يقنعوا الشعب، هذا الشعب كامل راه يخرج كل جمعة، وأعطى مثال كبير في الوعي وفي السلمية، كيفاش راهم يخموا يقنعوه باللي لو 4 جويي الانتخابات راح تكون نزيهة، مع العلم أنه راح ينظموها الولات اللي تابعين البدوي. وراح يشرف ولا يتاكد من 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 نزاهتها طيب بالعيز ولا اللي جا مكانه اللي هو اصلا من الداخل ومن نفس المجموعه، وراح يكون يتراسها بن صالح. كيفاش راهم يخموا برك يداروا هذه الخطوه؟ الله يرضى عليك. احنا والله غير بقول احنا نتكلموا بون منتخب جديد عندي شهرين، كما نقولوا احنا كشباب يقول لك انتم بالك عندكم لافونس شويه سخونين في التخمام تاعكم. احنا بون هما يقول لك لبي الشعب قواعد، بون احنا بعض نقول احنا بعض متطلبات الشعب، يقول لك بالك حيزيدوا تكون متطلبات تزيد. هذه بدات بقول لك متطلبات تزيد. انا نشك اسمها راهي مرحله جلسه النبض، نقول احنا جلسه النبض اللي شفنا كاين حوار الاسبوع الانتخابات داروا لها تاريخ، وكاين
مشاورات والاسبوع القادم تسمى راه كاين كما حنا الجلسه الناضبه داروا لا دات ومام طور راهم حنا نشوفوا في ميكانيزمات اخرى للخروج من الازمه. سمعنا الان كما حنا في بعض الصالونات بلي كاين بعض الشخصيات الوطنيه اللي حتكون حاضره. حنا نتكلموا امام الاحزاب كما قالت الاخت الاحزاب المعارضه اللي هي داخل الحزب تاعها ماهيش ممثله راه تبع حزب معارض 30 سنه هو رئيس حزب ما يمثلش الحزب تاعو. هنا لازم هنا تكون لغه الحوار تكون هنا ندفعوا به باسرع وقت. طيب نلعبوا على الوقت. واضح لينا تشوفي باللي هذه الحوارات اللي راهو يتكلموا عليها بين السلطه وبين شخصيات وطنيه ولا احزاب معارضه تشوفي راح تبدل راي هاد الناس. هي عجبتني كلمه مشاورات. ايه وفتحنا خلينا الطرف اللي لازم تشاوروا معاه ولا يخرج كل يوم يقول لنا يا جماعه راني هنايا تشاوروا معايا ولا مع الممثلين تاعي. يعني هذا هو سكو جو روبروش ان تيبو الحراك الممثلين على بها. لازم نقول بلي الحراك لازم له ممثلين ما يقعدش يسمع في لي ديتراكتور كي ديز هذاك سوسي وهذاك سولا شاك فوا كي مات لو دوا سور كيلكان. مي بون هذايا سي اون بارونتيز كون فا روفيرمي. مي كي ندير انا كي بن صالح يقول لي راح نتشاور تتشاور مع من يا اخي؟ مع من تتشاور وحنا رافضينكم قالبا ومضمونا وشكلا وتاريخا؟ يعني مع من تتشاور اخي؟ مع من تتشاور؟ تشاور مع اولي الامر الناس اللي راهم يقولوا لك لا نريدك. عندي غير حكايه بك حبيت نعاودها خاطرش هذا السي رحابي السي عبد العزيز رحابي اللي قال نرفض محاولات السلطه. وقتاش قال هذه لا ديكلاراسيون؟ قالها نهار اللي اجتمعوا لي بارتي لي بارتي ايزون في اون بلاتفورم بيان ان مانيفيست وين يقول لك نرفض محاولات السلطه. لان بعد ما دار علاش يرفض هذيك محاولات السلطه وناخذ غير لو ريزومي لان هذا يعني استنساخ نفسها عبر الانتخابات. عبر الانتخابات بيان سور كونت اون دي استنساخ نفسها باسكو هذه السلطه واش راح دير بهذه الانتخابات تاع لو 4 جويي سيتادير ايفون نوز اوبليجي ا شوازير ان بريزيدون على لا فافيت le backlash sans réfléchir et donc avec tous les mécanismes qui suivent نتاع la fraude et dont Sulta عندها les secrets. ولكن انا الحاجه اللي فريمون راهي تثيرني سكو جو تروف فريمون امبرسيونون سي فرابون سي كيما كان يقول سي دومو سي بسيكولوجيك صدير واحد راك تقول له جو نو فو با مانيش حابك نتايا تو مو ريبريزونت هو يقول لك لا على بالي باللي صدير هذه سي اون سورت دو باترناليزم دو توتيل انا نعرف واش مليح للشعب. اور المشكل اللي راه واقع سيكو في الميدان في الحقيقه تبدلت الثقافه. كما كنت نقدر من قبل رانا في جيل اللي يحب الشفافيه ويحب الديمقراطيه يحب لوفيرتور ما يحبش القمع ويحبش الاستبداد. رانا شفنا في الاشهر الماضيه كان فيه قمع حركات ذات مطالب اجتماعيه وليس سياسيه دي ميدسان ضربوهم ايتو قمعوهم لانهم هذه هي لا لوجيك تاع هذا النظام. واليوم اي سون كومبليتمون ديكونيكتي مع الحقيقه اللي راهي في الميدان. انا هذه هي اللي جو تخوف تخي فرابون اي سي نورمال راح نقول سي ان بو نورمال يسيو شغل يزابط لي ديرنيير كارت راح نسيو 4 جوي راح نسيو نقول لهم 5 موندا ما نترشحش راح ندير 4 بلوس راح ندير هذه راح ندير هذه وراهم يسيو حتى اللي تحكم لا بون بريز فا اكروشي. مي سكي سا تيموين دو كوا سا تيموين دان سيمبتوم برينسيبال لو ديكالاج مع الحقيقه. واضح اتان دوتيزم بوليتيك سي ان اوتيزم بوليتيك. واضح ليلى وراح نمشيو دوكا لواحد الفقره وهي صورة اليوم. راح في كل مرة نختاروا ولا قبل من صورة اليوم عندنا كيما شفنا الناس اللي حكاوا برا اعتقد باللي كاين ناس راهم دائما يشاركوا بارائهم واللي كيما قلنا بفضلهم بفضل مجهوداتهم لهذا الحراك راهو ماشي بكل سلاسة بكل سلمية بكل وعي كبير. كي نحكيوا على المتظاهرين ونحكيوا على الحراك نحكيوا على الناس الواب الناس اللي راهي تقوم بعمل جبار عبر الويب اللي راهي توعي اللي راهي تنقل المعلومات واللي راهي دائما تحاول تدفع بهذا الحراك للقدام محافظا على السلميه تاعو. في كل مره راح نختاروا لكم بعض التعليقات تاع الناس هكذا واسئله نشوفوا الناس واش راهي تخمم ولا واش راهي حابه تعرف وبفضل ليكرونيكا وليزانفيتي تاعنا نحاولوا نجاوبوا على هذه الاسئله تاع هاد الناس. يلا عطيونا اول تعليق واول سؤال ولا نقول لك حاجه نروحوا جينجل من بعد نرجعوا مع اول تعليق واول سؤال. يلا طيب يلا اعطيونا اول تعليق واول سؤال بعد قراءه رساله القايد صالح. انا اعتقد ان الامر
أنا أتساءل من الذي أمر بقمع المتظاهرين خلال الأسبوع الفارط؟ الجيش بدوي؟ قوى لا دستورية؟ من هذا يا ترى؟ سؤال جميل. من هذا يا ترى؟ سي ديفيسيل دو دير، ولكن نظن أنه الجيش راه تكلم برسالة ولا بلو ديسكور تاع قائد الأرقان، قال لهم باللي حنا رانا حامين الشعب، دونك ما درنيتش دابخي الكومونيكي، ولكن أون ميم تون لا دي جي اس ان تاني لا نيي كاتيغوريكمون، وناطق الرسمي للحكومة أيضا لا نيي كاتيغوريكمون باللي لا دي جي اس ان قمعت. هذا أنا مانيش معاهم باش نقدر نقول شكون، ولكن سي ان سيمبتوم دون شوز اللي راهو فيه تشويش، لانه شفنا الصور، شفنا باللي كانت كاين لاكريموجين، شفنا باللي كاين بعض واحد ما حاب يتحمل المسؤوليه، حتى واحد ما حاب يتحمل المسؤوليه. نظن ان راهو كاين تشويش لصراع اعلى من اللي راهو كاين صراع في الاعلى. محمد، انا اعتقد انه هذا السؤال جوابه واضح، انه النظام مازال هو هو لحد اليوم، لم يتغير. النظام نفسه. الجمعه الفارطه ما حدث فيها سبقها اسبوع كامل من القمع، أسبوع كامل من القمع، يعني ممارسات الدولة البوليسية عادت، الناس في البريد المركزي يتم اعتقالهم واختطافهم، حتى مدرج البريد المركزي اللي أصبح فضاء، يعني فضاء يعني مثل الحديقة تاع هايد بارك هذه في بريطانيا، الناس انطلقت فيه، وهناك نقاش رفيع المستوى يتحدثوا على المرحلة الانتقالية، تصورات الحل السياسي، تقييم لكل ما جرى منذ الاستقلال إلى اليوم، يعني بوعي وبجرأة يعني منقطعة النظير في البلاد. حتى هذه المدرجات تم احتيالها من الشرطة وقمع الناس الموجودين فيها، يعني هذا الشيء للأسف شديد يدل على أنه هذا النظام شكون يراه يقمع؟ يعني شكون ما يتحملش مسؤوليته هنا؟ لا يعني كل يعني الجيش، الشرطة، الداخلية، كل من يملك سلطة في هذه البلاد يتحمل مسؤولية، يتحمل المسؤولية، ومن يتحمل مسؤولية الجامعة، اقتحام الجامعة والحرم الجامعي في بن عفلون، صالح حاجة مليحة انه خطير جدا. نعم، انه العميد على الاقل انه قال انه هذا الشيء غير مقبول وقدم شكوى. سي الياس، شكون اللي راهو يقمع؟ احنا شوف، احنا ماذا بينا، احنا الحراك كان عنده شكل سلمي، السلمية الجزائرية نخلعوا فيها. احنا ماذا بينا اشخاص دوك، احنا شفنا احنا كل طرف كان قال لك ماشي احنا. في اعتقادك شكون بصراحه؟ احنا في اعتقادي كاين بعض الاطراف، احنا شفنا بلي قلعت احنا المحاسبه، كاين اشياء، كاين اطراف خافوا تمتد، كاين خايفه على مناصبها، ولا خايفه على كاين بعض الاشخاص اللي تشوش الجيش. الخطاب تاعو الاخير اللي قال لك انا سوف احمي الشعب، معناتها كاين اشخاص من كاين اشخاص وذهنيات ما زالت تكافح وتمارس كما نقولوا احنا الطرق القديمه. هل نددتم انتم كممثل رسمي في مجلس الامه، هل نددتم هذا القمع؟ نعم. اسكو فوز افي كونداني سيت ريبريسيون؟ احنا كممثل، باسكو قلت لنا توت الا قلت لنا انا ممثل الشعب، اسكو فوز افي كونداني؟ احنا نعم، لا بوبليكمون اي اوفيسيالمون بار ان كومونيكي في لي ريزو سوسيو. معطل انا على بالك مجلس الامه راهو معطل، رانا نجتمعوا. معليش، انتم شخصيا ولا كممثل الشعب؟ سي اون كيستيون زعما توت سامبل. احنا ضد، احنا كممثل كممثل الشعب، احنا ضد، احنا ماذا بينا كنا نكملوا في الجيش الشعب خوا مع الاجهزه الامنيه، تكون هنا انتقال ديمقراطي للسلطه بطرق. احنا تبقوا الجيش ولا الشرطه راهو احنا يرافقنا في يكون يرافق في المرحله الانتقاليه، هذا ما يكونش عدوك. هذه الذهنيات لازم نكملوا بها، باسكو احنا كان ندخلوا في احتقان أم الشرطة ضربونا الجمعة هذه، الجمعة الجاية نروحوا نجيبوا جماعة نخلفوا احنا نعاودوا. لكن في نفس الوقت سي الياس هو عنده الحق في حاجة، أنه أنتم كممثلين للشعب، أعتقد باللي وخاصة في الظرف الحالي الشعب كما راهو في الشارع، يعني ما كانش حتى مبرر أنه ما تخرجوش وتقولوا بأعلى صوت أنكم ضد هذه الممارسات، أنكم تنددوا بهذا الشيء، أنكم تطالبوا بمحاسبة الفاعلين، لأنه لازم يفتح تحقيق. سبحان الله، هذو الناس منين جاو؟ بالعكس، الأمر الخطير زكي أنه كيفاش أنت تستخدم لاكريموجين، ولا يعني كان قادر يستخدم سلاح بما
لانه استخدمت في الوسط كانت غادي يمكن يستخدم الحكومه هذه في صيف الاعمال تعمل. بون حنا كنا حكومه صيف الاعمال شفناها الان حاوزوا يديروا نشاطات في عاد يكونوا نشاطات حنا كنا نشاطات نستناو يديروا دي زاكت يديروا حاجه في اتجاه الشعب مباشره. كانوا كاينين كما يقول لك تحرك من قبلكم لانكم راكم تقولوا انكم تمثلوا الشعب لازم على الاقل في الظرف الراهن توقفوا مع الشعب الى اخر طريق. نمشيو للسؤال الثاني من فضلكم. ما خلفيات انذار القايد صالح للجنرال توفيق؟ لماذا تكلم عن ذلك في خطاب رسمي موجه للشعب؟ واذا كان ذلك صحيح لماذا لم يتم اعتقال توفيق من قبل؟ محمد. والله صراحه انا ما فهمتش سبب هذا يعني مهاجمه التوفيق في خطاب رسمي للجيش للشعب. اذا كان جنرال توفيق يعني الذي يحاول العوده بشكل يائس الى الساحه السياسيه والى الساحه يعني تاع لو شون اللي يعرفه مليح هو كيفاش يخلط وكل شيء. اذا كان يريد العوده واذا كان يتآمر واذا كان قياده الجيش عندها ادله موثقه وقاطعه حول هذا الامر لماذا لا تقدمها للعداله ويتم اعتقال هذا الشخص ومحاكمته؟ يعني تهمة التآمر والتخابر هذه راهي خيانة عظمى للبلاد، لماذا لا يقدم إلى لماذا أنا أعتقد أنه ما يجري مجرد ما على باليش أنا ولكن هي مجرد مزايدات شخصية بين ناس كانوا ماهمش متفاهمين في الجيش واليوم يتعاركان في على الساحة العمومية. ليلى. Oui, alors je vous ai dit au départ que le discours, je vous ai donné mon avis. Tu as le discours où il y a des gens qui ont le complot et tout. Donc je vous ai dit que quand on a des preuves et qu'on dit ça au chab, il faut arrêter ces gens-là. Il ne faut pas parler. Alors pourquoi Gaït Saleh à deux reprises, mais le général Toufir une fois à l'index, la première fois sans citer de nom. D'ailleurs, il aurait dû citer les noms parce que pourquoi? À partir du moment où tu as parlé d'un complot, tu cites les noms. Sinon, tu ne parles pas de ce complot voilà. Et tu le laisses dans les coulisses, c'est-à-dire comme ça a l'habitude d'être. C'est-à-dire ce sont des luttes intestines internes, elles doivent rester internes. Maintenant, si tu as choisi de les divulguer, tu donnes aussi les noms et tu fais le nécessaire. Maintenant, alors je me pose la question, même si j'ai des bribes de réponse. Je ne détiens pas la réponse. Certainement, il doit y avoir un secret derrière tout ça. Mais moi, je me dis qu'il a utilisé un discours adressé au peuple et il a décidé dans ce discours d'inclure un autre message adressé à d'autres personnes. Alors, je lui dis, si c'est ça le véritable discours, si tu veux envoyer un message à quelqu'un, je pense que tu as choisi le mauvais canal, tu vois, parce que c'est pas dans un discours au peuple que tu vas adresser des messages à un tel et un tel. Voilà. سؤال احنا نظنوا بطريقه اخرى الاخت اختصار سياس برك انه مازال عندنا بعض الاسئله. معليش تفضل. احنا نظن باللي الجيش الوطني الشعبي ما تنساش بلي عندنا كاين قوى خارجيه في نفس الوقت راهو لمح بالك بعض الدول اللي راهي تتدخل بطرق ملتويه عندها بعض العناصر الفعاله في الجزائر راهو نوه الاشخاص مباشره بالجيش الوطني الشعبي راهو يتبع بعض هنا 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 وضع راهو اخطر يعني هنا بالعكس انا اذا متاكد بلي راهو يتخابر مع دول اجنبيه هنا كاين شيء مهم جدا باختصار لو كان كاين هذه القوى الخارجيه نظن انه اقوى جيش ثاني اقوى جيش في افريقيا والعاشر في العالم عنده القدرات باش يروح يحاكمهم ويوقفهم ويقفهم ويوقفهم ويدخلهم للسجن ويحاكمهم ما جو بونس با كيما قالت ليلى سي با لا بين دو فيغ باسي ان ميساج بوليتيك لانه انا نظن هذا لو ديسكور سي ان ديسكور اللي راه يفو دير بلي كاين حرب ذات توازن قوى على مستوى السلطه على في اعلى السلطه سي اون ريديستريبيسيون دي كارت باسكو سي اون بيريود دو ترانزيسيون اللي وين كاع لي كارت دو بوفوار سو ريديستريبي. واضح. نمشيو للسؤال الثالث من فضلكم. ورانا اذا زادوا ديميسيوناو بن صالح وبدوي شكون يولي يحكم من بعدهم؟ ليلى. سي مو كو جو دوا دوني جو دوا فير ان كومونتير. اي با اعطي له اجابه ويحوس على الجواب. والله جو لوي ديري جو ريبوز لا ميم كيستيون كو توا. Je n'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que madame, il y a un article qui s'appelle l'article 7 de Dostour. Et derrière l'article 7, il dit que la sulta tarja al shab. Ou l'article 8, il dit que lazem temti liya huwa li wasiha. Et donc, ce qui fait, je pense qu'ils pourront décider. Je ne sais pas. Voilà, je vais vous donner un question. Le temps est très long. Après l'incihab al-qudat ou al-baladiyat, comment est-ce que
لبن صالح أن ينظم انتخابات رئاسية؟ لماذا لم يحاول أن يقنع الشعب بدلاً من استقبال شخصيات لما عندها حتى تأثير في الشارع؟ زكي، كما قلت من قبل، يان ديكالاج في الحقيقة ما بين واش راه واقع في الشارع واش راه واقع في الحراك وما بين راه واقع في النظام. نظن ان يان ديكالاج دو لا رياليتي، ومهما راح يدير الشخصيات هذو راح يقدموهم ما راحش يتقبلهم الحراك لو كان ما عندهمش مميزات تاع بين 30 و 40 سنه جيل رقمي، بين جيل منفتح الى العالم وديمقراطي يحب الشفافيه. واضح. طيب عندك تعليق سي الياس على محمد؟ انا تعليق على السؤال، لو كان يتنحى بن صالح وبدوي ونطيحوا في البحر يعني واش نديروا؟ يعني واش اذا هي كاين حلول واضحه، اذا مشينا في الحل الدستوري، اذا راح بن صالح، يعوضوا رئيس مجلس الدستوري، يعوضوا رئيس مجلس الدستوري، ما راحش يكون مقبول. لذلك لذلك احنا رانا في وضع ثوري، احنا ما راناش في وضع عادي عادي لنظموا الدستور الحالي. الدستور الحالي هذا وضع على مقاس الرئيس السابق ووضع للحالة العادية. اليوم رانا في حالة ثورية، الحالة الثورية هذه واش تستدعي؟ تستدعي حل سياسي. صح. الحلول السياسية هي موجودة متوفرة. يعني محمد ما نكذبوش على روحنا، 20 سنة ولا أكثر والدستور مختصب. لا لا، هذا الدستور اليوم الشعب يقول لك معليش يا خويا انتهك الدستور كيما حبيتوا، حتى شخصية مشكلة ماهيش في انتهاك هذا الدستور. هذا الدستور ما راهوش قرآن أولا، الشعب ولي دايره. هذا الدستور يفترض أنه السلطة ترجع للشعب. قالوا الشعب يقول لك يا خويا خليك انسى الدستور، هشام روحوا في اطار الدستور ولا غير الدستور، روحوا هشام. حتى تفعيل الماده 7، لما مثلا رئيس اركان الجيش يتحدث عن تفعيل الماده 7 والماده 8 والماده 102، الماده 7 هي لا نيغاسيون تاع الماده 102 تماما. الماده 7 تتحدث على انه الشعب هو مصدر هذه الماده اللي تتكلم، يعني تلمح الى الحاله الثوريه، يعني الى الحل السياسي اللي ينبغي الذهاب اليه. الحل السياسي هذا كيفاش يتنظم؟ اما باختيار شخصيه عبر الحوار تدير فتره انتقاليه، او هيئه رئاسيه، او الذهاب الى انتخابات تاع مجلس تاسيسي كما يطرحه الافافاس وحزب العمال. هناك حلول، هناك تصورات موجوده، فقط المشكله ماهيش في الحلول، المشكله في الاراده السياسيه. في الاراده والنيه. صحيح، واضح محمد. طيب راح نمشيو لاخر فقره واللي هي صوره اليوم. جينجل ونرجعوا. صورة اليوم، في كل مرة نعرضوا عليكم صورة ونشوفوا الفريق كيفاش يعلق عليها. اليوم برك بما انه البداية بدينا بزوج صور، زوج صور. طيب اعطيونا أول صورة نشوفوها. أي بونس دي لامي زالجيريا. ليلى. جو فا با لو بوبل إيت أو دوسو دو تو. وي فو فار لو بوا لا، جو كخوا كيل فو فار لو بوا. Mais je pense que le peuple n'a pas vraiment. On n'est pas en train d'écouter le peuple. Donc s'il faut plus, il faut plus. Le peuple ne se rend pas compte encore du vrai poids et de l'influence qu'il peut encore avoir sur tout le processus. Il peut avoir un moumettilin, il peut influencer cette marhala. Bien sûr, il peut avoir un moumettilin, il peut avoir un moumettilin, etc. Il peut avoir un moumettilin, etc. Il peut avoir un moumettilin. الشعب يقدر هو يحلهم كي يكون عنده هو الممثلين. لكن بغض النظر على هذيك، جمعه بعد جمعه الوزن راهو يزيد ويزيد ويزيد ويزيد. بالطبع. محمد تعليق. قوانين وسنن التاريخ تقول انه مستحيل السلطه تغلب شعب، وبالتالي الشعب هو الغالب، يعني دائما اذا استمر واصر على تنفيذ مطالبه. يعني واضح. سيلياس. انا كما كلمتك في اول لقاء، الشعب يمكن يخرج نخبه لاباس بها لحد تكون تاثر في 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 الحوار اللي حيكون. يفوق احنا لازم تنحى الذهنيه تاع كيما تكلم الشباب 35 40 سنه. احنا نشوفوا جيل الثوره، الناس يقلع الثوره 22 سنه، كانوا بكري ملاح 22 سنه، كان شاب وقلع ثوره، والان ولا مول 40 سنه يقول لك الشاب ومازال صغير. هذا هو المشكله، راهو هنا، راهو عندهم كاين بعض الشخصيات. احنا كان شاب في السياسه يشوفك نظرات مازال صغير، تاع مازلتوا ما عندكمش افكار. حبينا لو كان هذا الصغار اثبتوا في لو 22 فيفري، اثبتوا لازم يبرزوا بنخبه، لازم الان مرحله تكون باش ما تصراش نقول سرق الحراك، ولا ما عند بعض الشخصيات ولا بعض الاحزاب اللي تسمي روحها هي ما تمثل نفسها. يكون لازم النخبه هذه كيف نقولوا احنا يديروا تكون كاين
هذا يخلي هذا شويه ويديروا الثقه بعض الشباب. واضح واضح. الصوره الثانيه بورتري اوفيسيال اي ديجا بري. محمد خليني نشوف مليح. يلا ها تامل تامل يا محمد. يعني جو سافي با كو جايد افي ان فيس. يعني هذا الشيء يدل على ذكاء الجزائريين انه بن صالح ما جاش وحده. يوجد من هو خلفه. هذا السيد اللي راهو خلفه ينبغي ان يعلم انه الجزائريين راهم رافضين بن صالح ورافضين هذا الحل الذي يريد ان يفرض عليهم، وبالتالي ينبغي التفكير في حلول اخرى. اوكي شكرا. سيلياس باختصار بي احنا بن صالح نعرفه كشخصيه كان عندنا يمتفعنا في الحزب، وراجل اجماع ماهوش انسان اللي يشد السلطه ولا هو طبق القانون. قال لك 102 كانوا يتكلموا مع بعض الزملاء قال لهم 102 انا حنكون نرأس المرحله هذه. ماهوش الشخص اللي يقول احنا يجوز مصلحته الشخصيه في خاطر مصلحه الدوله. اذا كانت يجوز مصلحه الوطن، اذا كانت الان مرحله تستقضي باش تكون مصلحه الوطن. احنا تكلمنا كان نتكلم واحد السؤال كان واجه اللي قال لك من سيخلف الجماعه الباءات كي اللي يتنحوا، لازم تكون كاين حوار باش نصيبوا شكون الجماعه اللي حيخلفوا. لكن السيدياس كي يكون عندك ماشي حوار، عندك استفتاء، الشعب خرج لك بالملايين بالجماعه يقول لك روح. هذا اعتقد انه اهم وابلغ من كل حوار. اعتقد يوم اللي يخاف على مصلحه الوطن يفترض انه يسمع للشعب ويروح قبل ما تصرى اي انزلاقات ولا تصرى اي اعمال في وسط الحراك تكون غير مقبوله. اخويا اذا انت تحب صح الوطن نقار الناس راهم يقولوا لك روح بكل بساطه، واذا ما سمعتهاش في الثمان جمعات اللي فاتوا تقدر تزيد تسمعها غدوه. ليلى وفات موا جيم بيان هذيك ليستواغ تاع لو نوفو بورتري اوفيسيال دو لالجيري. En fait, j'espère que ce ne sera pas de nouveaux portraits, qu'on aura affaire à des hommes, à des vrais, à des compétences, à des gens sérieux, à une belle jeunesse, parce qu'on a trop méprisé cette jeunesse. Elle n'a pas levé le doigt, n'a pas demandé la permission. On a vu une très très belle jeunesse, parce que pendant des années, on a dénigré cette jeunesse. On a dit donc, le portrait, ce ne sera pas le nouveau portrait de l'Algérie. نحن الجزائريين نحن لا بزون دو بورتري، ونا با ديغومي ان بورتري باش يعاودوا يجيبوا لنا ان اوتر بورتري. واضح ليلى. زاكي شوفوا في كل دول العالم متطوره ما عندهمش عقليه لو بورتري وعقليه الكادر وعقليه الصوره. نشوفوا انه الدول عندها رؤساء اللي تقدموا بسنوات ضوئيه علينا بلا ما يمجدوا الشخص، وحنا ما زلنا في عقليه الكادر ولا الصوره تاع شخصيه رئيس الجمهوريه. إيه بس لانه ما من هما الدول اللي ما مجدوش شخصيه الرئيس، ولكن ايضا عندهم مؤسسات مستقله قادره على انها تسير مراحل حساسه كمثل هذه المرحله الانتقاليه. و مون ميساج هو ندائي، هو فريمون نداء للشباب، الشباب باش ولا نخليه الكلمه الخاتمه بالك. يلا اختم بها، تفضل اختم بها الخاتمه. لو ميساج تاعي للشباب ابتكروا فات دي ستارت اب فات دي بلاتفورم باش نقدروا، لانه المشكل اليوم هو مشكل ممثلين. ما لازمش ننتظروا النظام ولا اي مؤسسه اخرى او اي نظام اخر يجيب لنا ممثلين. ابتكروا باش يكون عندنا كما درنا كما داروا بالوسائل التواصل الاجتماعي باش خرجوا وداروا الحراك. ابتكروا بدي بلاتفورم رقميه اللي تقادرين يجيبوا ممثلين من الحراك باش يبدا لي ديسكوسيون كما قال اخينا لي ديسكوسيون تاع المرحله الانتقاليه. واضح. ليلى كلمه اخيره ولا نقول لك نختموا بك بما انك اليوم السيده الوحيده في البلاطو؟ يلا نعطيو لك الشرف الكلمه الختاميه. سيلياس تفضل. احنا تكلمت، احنا لازم تكون كاين تنازلات، لازم تكون تنازلات في النخبه اللي حتمثل في اقرب وقت، يكون تنازلات بيناتهم، تكون تشكيل فوري مباشرة المشاورات. في المشاورات كاين اجماع يقول احنا حتى تسقط الاقنعه الناس اللي راهي عندها اجندات حسابيه، وتكون جو ديمقراطي وتقبل الراي الاخر. كاين جماعه اللي كانت في السياسه مش معناتها نقصي ونجي انا ونقصي الجماعه اللي كانت من قبل، ماذا بينا احنا تكون كاين لغه حوار لغه اجماع. نعم ماشي اقصاء، لكن لازم نتفقوا باللي الوجوه القديمه للشعب مش يحب يشوفها مع احترامنا الشديد، لانه اعتقد انه الشعب اليوم راه يطالب برحيلهم، الشعب غدوه يقدر يطالب بالقصاص اصلا. يعطيك الصحه سي الياس، بارك الله فيك، شرفتنا. سي محمد تفضل. هشام اعتقد انه الهدف اللي ما يختلفش عليه 40 مليون جزائري هو انه نصل الى انتخابات يعبر فيها الشعب لاول مره بحريه وسياده على ممثليه
سواء كرئيس جمهورية أو برلمان أو غير ذلك. هذا هو الهدف، يعني أنه كيف نصل إلى مرحلة أن الشعب هو الذي يقرر مصيره في انتخابات نزيهة وشفافة لا يطعن في شرعيتها. كل ما لا يؤدي إلى هذا الهدف ينبغي للحراك أن يواصل محاربته إلى النهاية. يعني واضح، شكرا محمد، كنت ضيف عزيز. لينا تفضل. وفات ما جو فودري دير كو الحراك جو فودري لور لانسي ان ميساج moi y compris parce que nous sortons tous les vendredis, il faut maintenant s'organiser pour faire une représentation. Il faut que vous ayez une représentativité, c'est-à-dire les amis comme on met les lignes, on met les détracteurs, choisissez vos hommes. Même si واحد يمثل 50% ou l'autre يمثل 30%, طلعوا الممثلين تاعكم، طلعوهم لخاطر هما يفون بارلي ا فوتر نو. ما تقولوش نو يحين يشريوهم. لي ريسك ا لا غير سي كوم ا لا غير، خذوا لي ريسك، بروني دي ريسك، مي اليزي، خيروا الممثلين تاعكم حتى باش ما تشوفوش هذا الحراك تاعكم يسرق من بين ايديكم ويتسحب من تحت رجلكم البساط. ويا اوتر شوز اي سورتو بور نو با ريفيفر، جو لو دي ا تو لي جون، بوكو جون، لي موان جون كو موا، سورتو باش ما يعاودوش يطيحوا بين ايادي اناس ليست لهم اي يعني فائده غير الطمع والجشع. واضح ليلى، شكرا. وانا نضم صوتي ليك ونقول اعتقد انه اليوم شباب الحراك راهم يعطوا دروس كبيره للداخل والخارج، باللي الشباب الجزائري قادر يغير، باللي الشباب الجزائري عنده الوعي كافي. هاد الناس كنا نقولوا باللي راهم اعتزلوا السياسه وراهم كرهوا من الوضع، هما صح كرهوا من الوضع ولكن هذا الشيء زاد من الوعي تاعهم. اعتقد باليوم رانا نعطوا دروس وان شاء الله نكملوا نعطيوا دروس غدوه الجمعه يوم جديد، ونتمنى ان شاء الله يكونوا معاه قرارات جدد. العدد الاول حبيناه يكون هكذا عام شامل، لكن الاعداد القادمه ان شاء الله في كل مره راح نتناولوا واحد من القطاعات ونحاولوا نشرحوا الوضع داخل هذاك القطاع ونشوفوا كيفاش نقدروا نمشيوا بهذاك القطاع لوضع افضل من اللي كان عليه في السنوات الماضيه. وفي الختام نقول لكم ما تنساوش باللي البلاد بلادنا وجزائر جديده احنا اللي نبنيوها. سلام.